وجه لك هذا السؤال، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وجلست معه لمدة دقيقة، ماذا يمكن أن تقول؟ أنا أقول له آسف. ماذا؟ آسف 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 آسف، لأنه ما حملنا، ما سوينا في القرن 21 اللي علينا نسويه، مش للمسلمين، للبشرية. إحنا نمثل رسول بعث للبشرية علشان يعمل، يسوي الكرة الأرضية دي مكان أحسن وأفضل مما كان، علشان البلاد الإسلامية دي تكون نموذج للحياة الكريمة للإنسان، والعدل والرقي وكل التعليمات اللي جاء بها صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نتكلم على موضوع اللاجئين، ولا 70% من لاجئين العالم اليوم مسلمين، ملايين الناس طالعة من البلاد الإسلامية هروب وهجرة، لأن البلاد الإسلام بعضها مش كلها لم تنجح في توفير حياة كريمة آمنة سالمة لأهلها. ملايين المشردين من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان، 70% من لاجئين العالم اليوم المسلمين، وأغلبهم خارجين من بلاد إسلامية. آسف آسف آسف.